إذا فين كنا وقفنا؟ حل المعادلة التفاضلية بطريقة شحال كان الرقم ديالها؟ 3 بالعدد الروماني. نعم، قبل لحظات كنت أكتب من هذه الجهة، الآن مع كل الجهة 3 بالعدد الروماني. حل المعادلة التفاضلية بطريقة أولى حل المعادلة التفاضلية بطريقة أولى. نعم، بصوت مسموع. نعم، انا براسي مازال ما فهمتش شنو كاين، ولكن غادي نتكلموا. صافي، اولا هو قرار لحمايه الصحه ديال الجميع، خصنا نفهموه، نتعاملوا معاه بالعقل بدون افراط ولا تفريط. دي الحاجة الأولى. إذن هناك قرار يجب الامتثال له، فالصحة ديال الجميع هي الأولى، لسنا الأولون الذين قمنا بهذا الإجراء. الحاجة الأولى هو أن الواحد يتجنب الخروج كثيرا، وهي فترة بالنسبة لكم ترجعوا وديروا واحد نقطة نظام في العمل ديالكم، الدروس اللي سبقات المراجعة ديالها إلى غير ذلك وهكذا. بالنسبة لتوقف الدراسة بطريقة بهذه الطريقة هذه، فمن المفروض أن وزارة التربية الوطنية ما أخذت هذا القرار، حتى أنها وإن كان الآن هناك أخبار طريقة ديال التعامل. المغرب ماشي هذه أول مرة اللي كيدير دروس. نعم، كانت قبل منها في الوقت ديالي كانت ما يسمى بالتلفازه المدرسيه، كان يتم تقديم الدعم اللي في الرياضيات والفيزياء وفي العلوم في على القناه الاولى، وكانت قناه واحده، وبالتالي كان هناك دعم. الان من ذاك الوقت اللي كنت فيه انا في البكالوريا، الان المغرب راه طور كثيرا. لا ما كتلاحظوا انتم، ما غادي تلاحظوش الحجم اللي القفزه مشى بها المغرب. واحد القفزه راه كيخص الواحد اللي العمر ديالو كبير جدا باش يعرف القيمه ديال شنو وقع في المغرب. واحد الان عندنا من الامكانيات ما يمكن ان نتتبع دروس ديالنا. الوزاره عندها واحد موقع لو تي تي اي سي او، وعندها بالنسبه اللي عندهم امكانيه الدخول الى الانترنت يمكن لهم يدخلوا لهنايا، واللي في مناطق بعيده ما عندهاش وسائل الاتصال باش تواكب، كاينه التلفازات، القنوات التلفزيه، لا سيما كاينه قناه الثقافه، وهذه هي المناسبه باش انها تظهر انها فعلا قناه وطنيه وتدعم التعليم والثقافه الى غير ذلك. كيبقى ان الواحد يبقى في اتصال مع هذه القنوات هذه. مبادرة درتها بالنسبة لي لو كان عندي سبورة بحال هذه في الدار وعندي كذا، يمكن لي من الدار ديالي انني نسجل. لست بي انا ماشي من الناس اللي غادي ناخذ ورقة ونكتب القناة، ما درت درس بدون تلاميذ، وقررت انني ما نعاودش ندير الدرس بدون تلاميذ. كنشوف راسي مع التلاميذ وبدون تلاميذ، كنقول هذا السيد ماشي هو هذا. هذه الحاجة الأولى. فغادي نكون مضطر الان، فالبادره اللي درت، فالحصص ديالكم غادي نحاول نجي لهنايا الا وافقوا معايا، نجي لهنا، وهاد الصوره اللي كتشوفوها دائما هي اللي غادي تكون، غير الفضاء اللي قبلتي ما غادي يكون حتى شي واحد. نعم؟ نعم، لا كتلاحظوا ان هاد الحجره هي اللي كنقراو فيها دائما، وبالتالي ف هاد المكان هذا عنده واحد القيمه، وبالطابليه
في الدار يشوفوني بالطابليه يقولوا هذا راه نعم على اي غادي نحاول ما امكن انني الدروس ديالي نكملها. وربما في الحصص عندنا شحال في الحصص في الاسبوع؟ عندنا ثلاثه وعندنا الخميس وعندنا السبت. دائما سيكون ثلاثه الحصص ديال الدروس ديالي. دابا غادي نكملوا هذا الدرس هذا وغادي نديروا التمارين، غادي يكون دروس تمارين بحال البرنامج اللي كنت داير وغادي نكون معكم، غادي نبقى نديروا بهذه الطريقه في حدود ان يسمحوا لي نجي نسجل هنايا، ما غادي يكون حتى شي تاثير، فما غادي تكونوش معايا وما غادي ناثر، ما غادي تاثروا بيا وما غادي نتاثر بكم بالتالي. ف غادي نحاول ما امكن هذه الدروس هذه كيف الدروس التي سبقت فكلها كتسجل وكتنقل في قناه اليوتيوب او الرابط ديالها كيكون على الصفحه ديالي. ما كنطلب منكم لا ديروا داك كذا ولا كذا، ما ان كان في التعليم ما غادي يربح منه حتى شي واحد. نقام راسي مع درس مع واحد يلاه خبر كذا ف 10000 30 كيلو 100 كيلو ديال لي فيوز على اي، هذا جانب اخر. غادي نحاول ما امكن ان هذه الدروس هذه في حدود راه باش ننقل دروس ديال درس كيكون فيه 7 ديال الجيجا 6 ديال الجيجا راه كيطلب مني واحد الوقت كبير، وكذلك حتى الاشتراك ديالي في مع ما كيعطيني شي داك الصبيب اللي يمكن ان داك الدرس راه كيبقى يومين وثلاث ايام هو في باش نوصلوا للمتابع على اي شي مشكل دائما الاشياء هكذا. اذا غادي نحاول ما امكن ندير هذا العمل، نساليو هذا الدرس، غادي نديروا التمارين ديالو، غادي نديروا ويمكن لكم تتبعوا. وفتحت اي فين ما كان اطرحوا التساؤل ديالكم. كان تساؤل بسيط وكان كيطرحوا غير واحد فغادي نجاوبوا تمايا، يمكن نكتب في ورقه ونصورها ونصيفطها. الا لاحظت ان داك التساؤلات كثرت بالنسبه للجميع كيمكن نجي لهنايا وغادي نحاول انني نصور واحد الحصه اللي كتجاوب على داك التساؤلات هذه. دابا هكذا غادي نساليو هذا الدرس هذا، غادي نبدا ديال الدرس بالنسبه للكيمياء التحليل الكهربائي. متفقين؟ وبنفس غادي نحاول ما امكن انني في حدود الموجود في المختبر تجربه كذا كذا، غادي نحاول ما امكن حتى انني ندير استاذ وندير تلميذ، نطرح الاسئله اللي غادي تكون لو عطاونا هذه لو عطاونا هذه، وإلا بقات شي حاجه ناقصه فكيمكن لكم تطرحوها كاسئله في الاسم. نتمنى هذه المده ما تطولش، وهي مده اللي الواحد يتجرب. راه غادي يكون من بعد البكالوريوس ان شاء الله بعض الاحيان راه دروس كتكون عن بعد، كيكون استاذ جامعي ما عندوش هذاك وكيمكن له انه يخلي الدرس ديالو. اذا غير كيخص الواحد يحافظ على الصحه ديالو، يحافظ على المورال ديالو، ما ياخذهاش بانه هي فتره اللي الواحد يرتاح ويبقى هذاك، بل بالعكس هي فترة مهمة جدا الواحد يمكن له يعيد ترتيب الأوراق ديالو في الدراسة ديالو. متفقين؟ صافي جاوبت على، فقلت كاين الآن ستجدين فين ما مشيتي غتوجدي رابط ديال هذا ديال وزارة التربية الوطنية. هي فرصة تقارني الدرس ديال الأستاذ ديالك، ودائما معايا تشوف أستاذ واحد آخر كيدير درس واحد آخر بطريقة واحدة أخرى. هذا هو اللي كاين تنوع في المصادر والحمد لله، كاين كفاءات مغربيه وكل الاساتذه انهم طلبوا يشاركوا في هذه العمليه كل حسب. طاحت عليا الفكره البارح تقريبا غير قريت ان هذه الطريقه اللي غادي ندير، حتى لما كان شي هنايا يمكن في اي مكان اخر يمكن الواحد يدير هذا العمل. صافي نعم. لا يمكن لي يمكن كنلاحظ غير من تتبع بسيط عندي تلاميذ ما كنعرفهمش، وكيتلاحظ من خلال التعليق ديالهم انهم ناس راه الا عطيتي الوقت ديالك حصه وتجلس في الدار وتكون وتتبع ذاك الدرس ما كنظنش انك عندك الامكانيه باش توقفني وتشوف الحاجه. الان ما عندكش باش توقفني الان وتتبع، بل تما يمكن لك توقف الدرس وتراجع وتولي اللور شنو قال هنا وشنو قال، يمكن توجد حتى هناك اخطاء كتابيه ولا شي حاجه ولا كذا وتقول الى غير ذلك. هذه صافي ننتظروا ماذا ستقول الوزاره.
انا اللي عندي معكم نتمنى انكم هاد الدروس هذه تتبعوها وتقراوها وتفهموها وتجرب راسك انني يمكن لي واحد الدرس نتبعه واخا عن بعد بالنسبه للاستاذ راه غادي نفهم، ما كنظنش انك ما عاد تفهمش الا تبعتي رجعتي للدرس ديالنا اللي درناه من بعد السقوط الراسي، غادي ترجع للدرس يمكن ظن غادي يمكن لك تفهم وترجع للور شنو قال هنايا ايه وعلاش دار هادي وشنو دار من هنا هنا ما عندكش يمكن لك دير لي الاعاده ما صافي واضح. نتمنى ان الفتره ما تدوش وتكون هي واحد علامه ظرفيه دازت وكتسجل في الذاكره ديال واحد البلد باننا قدينا ندوزو ونمروا من هذه الحاله هذه واضح. وهكا كيتبنى الشعب دوله وناس كيتبناو باحداث بحال هذه، اما الواحد كيعيش مما كتوقع حتى شي حاجه ليس هناك تجارب وليس هناك تكوين. اذا نرجعوا اللي قلنا حل المعادله التفاضليه بطريقه اولى 3-1 المبدا ديال هاد الطريقه هذه ونهيو باش الا ولينا وسهلا ان شاء الله دازت 10 ايام وقالوا لنا سيدي صافي راه الحمد لله البلد في حالين غادي ترجعوا تعاودوا الدروس بداوها منين وقفتوا سالوا عيد منين وقف صافي. ويمكن يقول مثلا بدل ما تكون ثلاثه دلاس كيبقى الا كان هناك حصص ديال الدعم يمكننا نضيفوا ساعات اضافيه لتفادي الحمد لله الا بقات غير واحد 10 ايام 15 يوم راه يمكننا نعتبروها عطله، وفي العطله يمكن يقولوا بان الدراسات سوف تستمر كيف داروا بعض الدول، قدموا العطله في انتظار يكون الفرج وبعد ذلك يمكننا نبداو ان نعم. لا انا غير حل معادله كذا وسميت لا يمكن انا هذا اقتراح ديالي رايي اما القرار الاول الاخير هي ديال الوزاره التربيه الوطنيه وهما اللي ادرى وعندهم راه بلد انا عندي غير قسم صافي. اذا رجعوا لي المبدا ديال الاولى ربما في حصه سابقه تكلمنا على ان المعادله التفاضليه ليس كل معادله تفاضليه يمكن ان يكون لها حل نموذجي جاهز بحال الا خدينا المعادله اللي درسنا العامه وعطينا ان كتساوي واحد فكنوجدوا ان هذه المعادله هذه كانت الصيغه ديالها تي دو في سو بي هنا كنا زد زائد بي في جي زد كتساوي واحد ا. هذه المعادله هذه شفناها بانها شبيهه اللي عالجناها في الكهرباء والحل ديالها وصلنا ليه وكسبنا بان هذا في دو جي دو تي هي واحد في ليميت واحد ياك درنا الحل ديالها واحد ناقص اكسبونونسيال موان تي على طو وطو هي واحد على بي وبينا بمعادله الابعاد ان فعلا واحد على بي لها بعد الزمن رغم انها لها حل سوف نعتمدها كنموذج لتطبيق طريقه اولر. طريقه اولر هذه هي طريقه تقريبيه هذه الحاجه الاولى اللي خصنا نفهموها بانها طريقه تقريبيه يعني ما عندناش الحل كنحاولوا ما امكن اننا نقتربوا من ذاك الحل بطريقه تجزئيه وهي طريقه تكراريه تعتمد على شيء اساسي في الاول وهو ان ضروري ما نكونوا عارفين الشروط البدئيه. كل نجاح ديال هذه الدراسه وهذا الحل هذا يتوقف على الشروط البدئيه. عند اللحظه التسافر مثلا اذا كان عندي هذه سرعه شحال هي السرعه البدئيه؟ وانطلاقا من هذه القيمه سابني كل القيم ديال في. اذا ساقوم ببناء هذا في وناخذ واحد الجدول ونحسب السرعات اللحظيه السرعات بهذه الطريقه ومن بعد سامر الى تمثيل المنحنى الممثل للفي بدلاله الزمن. هي الطريقه. ننشئ الداله ديال في جي دو تي خطوه خطوه لكي نصل الى الداله بكاملها انطلاقا من نموذج رياضي تم تحديده من طرف هذا العالم اللي هو اولر. وهذه الطريقة كانت 1768 أعطى هذا الحل وإن كان حاليا هناك عدة طرق من أشهرها طريقة ديال رونج كوتا عالمان ألمانيان أحدهما فيزيائي ومشاو لتحسين هذه الطريقة وعطاو طريقة هذه الحل ديالها كيخذها لواحد رتبة واحدة بينما هذين العالمين خذوا رتبة الرابعة يعني أكثر دقة من هذا الحسابات. اول حاجه غادي نجاوبوا لماذا هي طريقه تقريبيه
وشنو هما المبادئ ديالها باش يمكننا انطلاقا من هذه المعادله نوصل للحل ديالها، وفي النهايه امثل في بدلاله التي، ويمكن ان احدد الصيغه الرياضيه ديال هذه الداله. المشكل ديالنا في الفيزياء هذا الرياضيات، المشكل ديالنا في في الفيزياء هو ان هذه الداله، ان قوه الاحتكاك اللي كتبناها بصفه عامه كتساوي ك في اس ان، هو يمكن ان تكون ان واحد او جوج او ثلاثه او اربعه، لكن في الحقيقه عندما تكون هنا حركه لا نعرف اي نموذج يوافق الحركه ديالنا اللي كنقوم بها. وبالتالي ماذا علينا؟ ان نقوم بدراسه الحركه، نوصل الى داله، ثم بعد ذلك نحاول ان نؤطر هذه الحركه بنماذج. مثلا غادي ناخذ الداله اللي كتكون في ان كتساوي واحد، نرسموها، والدالة اللي كتكون بي كتساوي جوج، ونحاولوا نشوفوا هذه الدالة هذه ديالنا اللي هي حقيقية شنو هو النموذج الأقرب. يمكن نوجدوا بأن الدراسة اللي قمنا بها راه هذا التمثيل اللي حصلنا عليه هو تمثيل ديال أن قوة الاحتكاك في هذه الدراسة اللي ما كنعرفوهاش مسبقا راه التعبير ديالها يمكننا ناخذوه ك في في، أو غادي نقولوا ك في في اثنان. سنرى تمرين بأن يمكن أن نصل إلى نمذجة واحد الحركة، سنجد أن في مجال زمني لها كاف في، وفي مجال زمني قد يكون لها كاف في أس اثنان. هذا هو الأساس، أساس أننا ما كنكونوش عارفين أصلا تعبير ديال هذه القوة الاحتكاك، ومن ثم باغي نشوفوا شنو خلال هذه الحركة شنو هو النموذج أو المثال الذي يوافق هذه الدراسة. هذه الحاجه الاولى فيزيائيه. اولر شنو خدا؟ غادي نحاول نمشي بالعكس. طريقه اولر شنو هي؟ ما كنعرفش داله في داله السرعه، وغادي نحاول نشئها نقطه بنقطه، نقول في واحد عند اللحظه تي واحد، في جوج عند اللحظه تي جوج، وهكذا. وغادي ندير واحد الجدول كامل، وفي النهايه غادي ناخذ واحد المحور ندير هنا في وندير هنا الزمان ونمثل الداله باش نعرفوا حنايا هذه الطريقة التقريبية وكيفاش تم اتخاذ المبدأ ديال هذه الدراسة. ننطلق من أن فعلا عندي واحد الدالة في دو تي وهنا الزمن. لنفترض أن هذه الدالة هذه هي هذه، أن في تتغير خلال الزمن وفق هذا المنحنى هذا. واضح؟ شنو دار أولر؟ قال أن هذا الزمن هذا غادي نقسمه إلى مجالات متساوية وسمها دلتا دو تي، وغادي نسميها بالخطوة، لأن العمل ديالنا شنو هو؟ حنا غادي نمشيو مرحلة بمرحلة، المرحلة الأولى غادي نحدو كذا، المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة، والمرحلة الرابعة. العمل اللي قام به هذا التقسيم هو هذه الأجزاء، ولنفترض أن في هذه النقطة أم جوج أريد أن أحدد ما العلاقة ما بين السرعة والتسارع، شنو العلاقة اللي بيناتهم؟ باش يمكن لي نحل. درستوا بأن الاشتقاق ديال الدالة في واحد النقطة للدالة ماذا يمثل؟ نعم، المعامل الموجه ديال المادس. هذه أول حاجة اللي خصنا نفهموها. إذا إلا بغيت هذا الاشتقاق هذا كيخصني المماس. هاد اللحظة هذه غادي نسميه تي جوج. إذا من المفروض إلا بغيت نحدد هذا التسارع عند هذه اللحظة خصني نحدد المعامل الموجه ديال هذا المماس. إذا غادي نختار واحد المثلث قائم الزاوية هكا، وغادي نسمي هذه ألفا، وهذه ألفا هذه تساوي ماذا؟ هذا غادي نسميها سي، وهذه اش. اذا تنجنت الفا تساوي ماذا؟ المقابل هو سي اش على مدى المحادي اللي هو ام جوج اش. بقيت الى خديت دابا الان الجانب الاخر، هذا المعامل هذا ما عرفش انا الداله، ولكن شنو عارف؟ يمكن لي نعرف ان جوج وان ثلاثه،
هاد الامثله عندي في المنحنى يمكن لي نعرفها، يمكن لي نعرف السرعه في هاد اللحظه. شنو غادي يكون عندي دابا الان الا كنت كنعرف هاد النقطه هذه؟ ساشكل واحد المثلث اخر اللي غادي يكون عند واحد الزاويه الفا فتحه، وغادي تكون طنجنط الفا فتحه تساوي ماذا؟ المقابل هو ام 3 اش على ال 2 اش. متفقين؟ اذا شنو الفرق ما بيناتهم؟ هو انني هذه الطريقه هذه اللي غادي نستعمل، الطريقه الثانيه قابله للقياس ويمكن لي نحددها، وبالتالي بين المعاملين عندي هاد شنو الاختلاف اللي بيناتهم؟ الفرق اللي بين التعبيرين شنو هو؟ واضح في هذا؟ هذا هو الارتياد. الفرق متفقين؟ اذا لماذا سميت تقريبيه؟ لان شنو غادي ياخذ لنا؟ علاش درت هذه المقارنه؟ لان الطريقه اللي كنا كنستعملوا بها التسارع خديناها في او السرعه او الطريقه ديال حساب القيمه اللحظيه. شنو كنا كنديروا؟ في اي مثلا هي اكس اي زائد واحد ناقص اكس اي ناقص واحد على تي اي زائد واحد ناقص تي اي ناقص واحد. بمعنى يمكن لي نحسب اي بطريقه التعطيل، هي في اي ناخذ اصغر في اي زائد واحد ناقص في اي على تي اي زائد واحد ناقص تي اي، ما ناخذش مازال بل نصغر. اذا هذا المعامل الموجه ديال هذا المستقيم شنو اصبح؟ اصبح فقط المعامل هو عباره عن الميل ديال هذا الطنجون ديال هذه الزاويه هذه. شنو قال هذه الطريقه هذه شنو كتقول؟ كتقول راه كل ما كبرنا المجال كل ما كان الجانب ديال الارتياب غادي يكون كبير. لاحظوا الى خديت دلتا دو تي هذه شنو غادي يكون عندنا؟ غادي يكون هذا كامل ارتياب، هذا اذا باش كتكون هذه الطريقه ناجعه كيخصنا نختاروا مجالات زمنيه اللي هي صغيره. ولاحظوا كل ما قربت كل ما قربت الى قربت لهنا فتقريبا يمكن لي نعتبر ان هذا المستقيم والقوس متساوي. اذا هذه الحاجه الاولى. اذا طريقه تقريبيه تكراريه تمكن من تحديد نقبل ان هذا التسارع هذا اللي هو في الحقيقه اللي متغير، لاحظوا الى المماسات دائما يتغير، سنقبل ان التسارع محليا في هذا المكان هذا عباره عن قيمه ثابته ويساوي هذا المقدار دلتا دو في على دلتا دو في. واضح؟ اعمال هناك من تساؤل. لا اذا هذا فقط للايضاح، لا داعي لكتابته، وغادي نكتبوا المبدا ديال طريقه اولان الى السطر. هي طريقة تمكن من الوصول إلى حل تقريبي للمعادلة التفاضلية، إلى حل تقريبي للمعادلة التفاضلية للحركة، وذلك بتعويض الدالة فيدوتي، وذلك بتعويض الدالة فيدوتي بدالة تقاربها محليا وتعتبر ثابتة. إذا شنو هما الأسس اللي كتبنا عليها الطريقة؟ الحاجة الأولى هي أننا العلامة الأولى
ان دي دو في على دي تي تساوي دلتا دو في على دلتا دو تي. بمعنى اخر ان ا كتساوي في زائد واحد ناقص في على دلتا دو تي. وغادي تعطينا اول علاقه رياضيه اللي غادي تمكننا من تطبيق هاد العلاقه. هاد ا اف دلتا دو تي كتساوي كذا. يمكن لي نكتب بان في زائد واحد تساوي ا اي دلتا دو تي زائد في. هذه العلاقه الاولى. تفقد اذا العلامه الاولى هي هذه. طريقه تكراريه طريقة حسابية تكرارية. الطريقة الثانية خطوة الحساب دلتا دو تي. يجب أن تكون دلتا دو تي صغيرة جدا. للسبب اللي تكلمنا عليه قبل لحظات. احنا شنو باغيين في الحقيقه؟ هاد الطريقه والتقديم ديالها ما غادي تنسينا شيء في ما نريده. قلنا هي طريقه تمكن من حل المعادله التفاضليه. اذا ما نحن بصدد دراسته هي هاد العلاقه هذه هي دي دو في سو دي تي زائد بي في في كتساوي ا. غادي نكتبوها وفق نديرو من بعد المبدا نديرو ثلاثه جوج. اولا الدراسه راه غادي تكون هنا ان يمكن تكون واحد يمكن تكون جوج. الطريقه اللي غادي نخدمو بها بان كتساوي واحد هي اللي غادي تطبق على ان كتساوي جوج او غير ذلك. غير باش نسهلوا الحساب ونعرفوا الطريقه بدل ما ندخلوا في ان اثنان غير هذه تاثر في الحسابات وصافي. صافي اول حاجه خصني هذه المعادله اللي هي عباره عن لا التسارع ولا السرعه هي دوال ساغيرها الى قيم لحظيه. هذه الحاجه الاولى. هذه بي غادي ندير لها اي زائد بي بي كتساوي ا. هذه الحاجه الاولى. هذا هو الاهتمام ديالنا. نهتم بحل هذه المعادله. سنرى تطبيق بعد لحظات بان هذه بي و ا كيمكننا نحسبوها ونعوضوها تما. الاهم في هذه الطريقه الأهم هناك قيم بدئية. عند اللحظة تي كتساوي صفر لدينا واحد غادي تكون عندنا في ديال صفر تساوي قيمة في المقرر ديالنا. وفي المثال اللي غادي ناخذوه سنعتبر بأن في صفر كتساوي صفر. المثال اللي درسنا نطلق كرية بدون سرعة بدئية. هذا هو الأهم. بدون هذا الشرط بدون معرفة ديالك لا يمكن حل المعادلة وفق
طريقات أولى. إذا إلا جينا لهذه المعادلة هذه، شحال في هذه المتغيرات؟ جوج، كاين أ إي و في إي. شحال حنا عندنا المعطى؟ عندنا واحد. ماذا غادي نحتاجو؟ غادي نحتاجو العلاقة اللي درناها قبل لحظات بأن في إي سنضيف. دابا الآن هذه هي الأدوات ديال الاشتغال. أدوات ديال الاشتغال شنو هي؟ هي أ إي زائد بي في إي كتساوي أ، وهذه من الدراسة. وعندنا هادو ديال أولا شنو هي؟ هاد في صفر كتساوي صفر، وفي إي زائد واحد كتساوي في إي زائد أ إي في دلتا دو. يعني ساكت كتبي؟ شوف واش كتكتب. إذا بهذه المقادير هذه غادي يمكننا نحسبوا. غادي يكون عندي جدول، تبقي جدول، غادي يكون هنا الزمن تي، غادي يكون هنا السرعة، وغادي يكون عندي التسارع. خديتو هاد أن الجدول خصو يكون أكبر. يلا أو نخليه غير نزيد هذا الجانب هذا. هنا غادي يكون عندنا تي، شنو هو؟ انطلاقا من باعتماد الخطوة. هنا غادي تكون الذئي، وهنا غادي تكون السرعة، غادي يخلي فيك تكون علاقة، وهنا التسارع. شنو هي العلاقة اللي غادي نطبق باش نحسب السرعة؟ هي هذه. غادي نكتب الذئي زائد واحد كتساوي الذئي زائد أي في دلتا دو تي. ودلتا دو تي هي الخطوة. والتسارع من غادي نجيبو؟ من هاد العلاقة هادي. شنو عندي؟ أ إي. إذا أ إي كتساوي أ ناقص بي في إي. لتسهيل الدراسة غادي نعطيكم مقادير ديال الحالة اللي هنايا. مثال مثال، وغادي ناخذوا القيم ديال اللي عندنا في الدرس. داك رو ال شحال هي؟ رو اس ار الى غير ذلك. اذا المعطيات كالتالي: داك رو ال السائل رو ال كتساوي 950 كيلوغرام متر مربع. داك الثابته ديال القوه التكتيكيه ك كتساوي 9.33 وحده عالميه. من بعد سيطلب منا الحساب ديال تحديد المعامل الوحده ديالها. رو اس كتساوي ديال الكوريه 2400 كيلوغرام متر موان 3. وغادي ناخذ جي
هي 9.8 نيوتن كيلوغرام ناقص واحد. واخيرا الشعاع ديال الكريه هي 1.5×10³ متر. صافي اللي نحسب ذات ا هاد ا و بي في المثال ديالنا. شنو هي التعبير ديال ا؟ التعبير ديال ا هي جي 1 ناقص رؤال على رؤاس. بالتطبيق العددي سنجد هاد ا كتساوي 9 أو 5.92 متر سكوند موان دو. وعندنا بي هي ك على ام ياك، هي ك على ام كتساوي ك على رو اس في. وغادي تعطينا بي كتساوي، نعطيكم القيمه ديالها، هي 2.75 بي 2.75×10³ سكوند ناقص واحد. الخطوة عطاوها لنا هنايا هي 1. دلتا دو تي 1.5×10⁻ عام 1.5×10⁴ دلتا دو تي 1.5×10⁴ سكوند. هذه هي القيم التي سوف نعتمدها لملء هذا الجدول. صافي نبدا بالتي صفر كيساوي صفر. شنو هي السرعه غادي تكون عندنا؟ هذه هي الشروط البدئيه. في صفر تساوي ماذا؟ صفر. إذا ستصبح أ صفر تساوي ماذا؟ هي أ اللي هي 5.92. نعم غادي نكتب هنايا الوحدة هي المتر سكوند ناقص 2. هنا غادي نحاولوا نحسبوا هذه المرحلة الأولى. إذا غادي نلاحظوا أن مشينا من لهنا لهنا. صافي. غادي نمشيو للتي واحد كتساوي ماذا؟ هي التي صفر زائد دلتا دو تي. باش نسهلوا الملء ديال هاد الخانة غادي ندير هاد 10⁴ كمعامل 10⁴ سكوند. متفقين؟ يلا قسم سنان بعد غادي نمسحها شحال غادي تساوي تا واحد؟ صفر زائد 1.5×10⁴ هي 1.5. نعم إذا هنايا تا واحد هي 1.5. غادي نجي لفي واحد
باش ناخذ في واحد شوف سنعطي الاي في صفر في واحد كتساوي هي في صفر زائد ا صفر في دلتا دو تي. هاد ا صفر منين غادي يجيبها؟ من لهنا غادي يكتب منها التطبيق ديالها هي صفر زائد خمسة فاصلة تسعة جوج مضروبة في واحد فاصلة خمسة عشرة ناقص أربعة تساوي نعم شحال ثمانية فاصلة واخا نشوف القيمة اللي عندي هنايا فقط لكي نقارن شو حسبنا في واحد في واحد نعم شحال وجدتي انتظروا اصدقاء ديالك يحسبوا كذلك في ورقه رد شحال وجدتو نعم هنايا 8.88 10 ناقص 4 8.88 ناخذها هي 8.9 10 ناقص 4 اذا غادي نكتب هنا في واحد ثمانية فاصلة تسعة عشرة ناقص أربعة الواحدة هي المتر سكوند ناقص واحد هنا نسبو هي تي واحد تي واحد هي التسعة زائد دلتا دو تي وقلنا تي واحد تساوي هي واحد فاصلة خمسة عشرة ناقص أربعة دابا غادي نمشيو افقيا لهنا شي واحد منكم يلا عطيني انت شنو غادي يكتب هنا راه هنا في الوحده تي واحد هنا في واحد شنو غادي يكتب هنا ا واحد ا واحد كتساوي هي 5.92 ناقص بي شحال هي بي جوج فاصلة خمسة وسبعين عشرة أس ثلاثة مضروبة تاش في أي في في واحد ياك اللي هي غادي نكتبها هنايا أ واحد كتساوي 5.92 ناقص غير هادي صافيك إذا في واحد شحال 8.9 10 ناقص 4 زائد 3.47 مضروبة في 1.5 10 ناقص 4 شحال 1.4 10 تماما نعم هنايا في 3 في 2 1.4 من بعد 4 كاين 1 عشرة أس ناقص ثلاثة ودابا غادي نمشيو أفقيا ونشوف شنو عندي هنايا عندي تي جوج إذا غادي نكتب أ جوج أجوج كتساوي هي 5.92 ناقص بي اللي هي 2.75510 أس 3 مضروبة في 1 نعم نكتبها في الأعلى إذا قلنا أ
جوج هي 5.92 ناقص 2.755 10 فوس 3 ضربها في 1.5 10 ناقص 4 وغادي تعطينا أجوج كتساوي نعم 2.0 صفر تمام. قلت نزعة هذه الطريقة هي أن هذه المجالات هذه هذا هو الأهم يدك يلا تأكدي منها وعندك ساعة مواصلة كنا متيقنا الحساب اللي درنا هنايا فهو حساب صحيح لأول مرة عندي نعم عندي محسوبين ناضيين كثيرا ما كنخلي نعم فين هذه 2.755 10 أس 3 مضروبة دلتا دو تي هي 1.15 ناقص 4 نعم شنو نعم هنا يعني في في نعم تماما هنا في جوج هنا في جوج نعم هي ا جوج هنا في في جوج وفي جوج نعم هي الفلاش خصو يمشي لهنايا يعني ناخذ في جوج اللي هي 1.4 1 10 اس ناقص 3 الصديق ديالك راه حسب في واحد وما خداش تطبيق العددين اللي على السبوره قلت باش نديو ناخذوا 5 دقائق راه الا خدينا قيم معينه وما خديناش واحد العدد كافي من المجالات عمرنا ما غادي نوصلوا لذاك الداله التي سوف تحاكي الداله التي نبحث عنها ف طالبين منك في هذه التمرين في هذه الدراسه هذه ان المجال يكون من صفر حتى 21 10 ناقص 4 سكون في الحقيقة الدراسة النظرية غير باش نفهموا الدراسة النظرية شنو عطاتنا؟ هذه الدراسة النظرية اللي درناها عطاتنا بأن الحركة ديال الكرة هي شنو هي؟ حركة تتم وفق مرحلة وفق نظامين نظام بدئي ونظام دائم نظام بدئي أن السرعة تزداد وكيف كتلاحظوا بأن في واحد في جوج السرعة تزداد وانطلاقا ستزداد وتصل الى قيمة حدية بعد ذلك سندخل في نظام دائم ان السرعة ستؤول الى قيمة ثابتة خصنا نبينو غادي يجي الا وقفنا هنايا ما غادي نعرفو حتى شي حاجة خصنا نبينو غادي يجي واحد الحساب واحد اللحظة تي ان حيث سنجد ان في لتلك اللحظة لا تتغير تصبح قيمة ثابتة وان التسارع في هذه الجهة لاحظوا كيبدا ب 5.92 3.47 2.1 نعطيكم القيم اللي قدامي محسوبه ف 2.04 1.20 0.41 وهكذا حتى انطلاقا من 19 كتعطينا 0.0 كذا والسرعه تقريبا تؤول الى قيمه ثابته راه الا ما درناش العدد كافي من الحسابات لن نصل الى تلك الداله اتفقنا اذا ناخذ 5 دقائق ونواصل بعد لحظات اللهم إلا بغيتو نواصلو لا لأن بقينا الآن تمرين تطبيقي سنقوم بإنجازه ناخذ تمرين نعم ما عرف شيء نا 1.4 10 ناقص 3 خصنا نعوضو السرعة في جوج هنا كنحصل على هذه القيمة